أهلا بكم وتغطية إخبارية جديدة على شاشة القاهرة الإخبارية، نتابع فيها تطورات الأوضاع في السودان، كما نتطرق في هذه التغطية إلى ظاهرة التغيرات المناخية في ظل اندلاع حرائق الغابات والموجة الحارة التي تضرب عددا من دول العالم، والبداية مع الأزمة السودانية. تصاعدت أعمدة الدخان في العاصمة السودانية الخرطوم بعد غارة للجيش السوداني على مواقع للدعم السريع، ومن جهة أخرى أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بوقوع قصف جوي ومدفعي عنيف مع تصاعد للدخان بشكل كثيف بمنطقة جنوب شرق أم درمان. يأتي هذا في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بمدينة أم درمان. وأوضح مراسلنا أن الجيش السوداني قصف بالمدرعات موقعا للدعم السريع جنوب شرقي أم درمان. ونتابع في هذه اللقطات التي تأتينا مباشرة من العاصمة الخرطوم تصاعد أعمدة الدخان، وفيما يدل باستمرار الاشتباكات بين الجانب فيما يخص الجيش السوداني والدعم السريع في هذه اللحظات. تستقبل المواطنة التشادية فاتنة حامد في منزلها أكثر من 50 لاجئ سوداني إثر فرارهم من الاشتباكات القائمة في بلادهم منذ أبريل الماضي، وتعد تشاد أحد الوجهات الآمنة للاجئين السودانيين، حيث تستقبل أكثر من 320 ألف لاجئ حتى الآن. وسط طلقات النيران وتحت قصف المدافع، خرج ملايين السودانيين يهيمون على وجوههم هرباً من الموت وبحثاً عن الأمان دون التفكير في وجهتهم أو مصيرهم بعد الفرار. فكانت تشاد ملاذاً لأكثر من 320 ألف لاجئ، حيث وجدوا أهالي البلد الجار في استقبالهم يحاولون طمأنتهم ويخففون من وطأة معاناتهم. فاتنة حامد مواطنة تشادية، واحدة ممن بادروا لتقديم يد العون إلى اللاجئين السودانيين، مستقبلة في منزلها المتواضع أكثر من 50 شخص. المرض ما واجبات كثير الليلة ده المرض ده ما هو الليلة البيت بتاع اللدي ده قاسي الظروف أنا الزول ده ما زي حقك تشيفة ده أنا أخوك كل تشيفة هسه ده الناس ظروفهم ده ما أكس والحاجات الدم ده ما كفهم تعاطف وترحيب تلقاه ضيوف فاتنة التي لم تبخل عليهم بأي شيء في مقدورها تقديمه رغم إمكاناتها البسيطة وإعالتها أبنائها الخمسة. أول دم تعرفه وإي زول التعرفه ده تجي تنزل في بلده ما زول التعرفه وتعامله ده تنزل فوقه وهم دل عندهم أطامة عندهم مردانين ما عندهم قدرة بوقوا راكب سبب ده أنا استقبلتهم جيتهم في البيت. دعم فاتنة للاجئين السودانيين يتضمن كذلك تضميد جراح المصابين والمرضى منهم لتبعث برسالة مفادها أن أبناء الدولتين ما هم إلا إخوة كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، أهلا بك ومرحبا معنا في هذه التغطية. كيف ترى خريطة التطورات الميدانية في هذه المرحلة تحديدا مع تصاعد الاشتباكات، وربما هناك تغيير قليلا في التكتيكات واستراتيجية الجيش السوداني في هذه المرحلة أستاذ عثمان؟ صحيح، يعني خلال الفترة الماضية أكثر من شهر الجيش السوداني في موقع الهجوم باستمرار وليس في موقع واحد، يعني لا يستهدف موقع واحد خلال اليوم، يستهدف عدة مواقع في المدن الثلاثة بصورة متزامنة وبكثافة عالية جدا، مما أدى إلى إيقاع خسائر ضخمة في الدعم السريع من حيث
الأفراد والمعدات، وأثر ذلك على قدرة الدعم السريع في المواجهة وفي الاستمرار في العمليات العسكرية. يبدو أن الاستراتيجية التي أو التكتيك الذي يستخدمه الجيش السوداني حتى الآن ناجح جدا في تصفيف الميزان لصالح الجيش السوداني، لكن بضرورة حتى الآن معظم السودانيين عيونهم تتجه إلى اللحظة النهائية التي تتوقف فيها هذه الحرب، وهذا قد يحدث بفعل الوضع الميداني على الأرض، لكن ربما عن طريق المساومة والتسوية السياسية يمكن أن تصل الحرب إلى نهاياتها بأسرع من وصولها إلى النهاية العسكرية بين الطرفين. طيب، إذا أردنا أن نعنون هذه المرحلة من الناحية الميدانية، ما الذي يمكن أن يقال؟ من الناحية الميدانية هناك تركيز الآن على من جانب الجيش على مدينة أم درمان، يعني هناك ثلاثة مدن يتركز فيها القتال الآن. التركيز الجيش على مدينة أم درمان لإخلاء هذه المدينة بصورة كاملة من قوات الدعم السريع. إلى الآن نجح في إزاحة قوات الدعم السريع من كثير من المناطق، ولكن لا يزال يتبقى له منطقة أم درمان القديمة، وهذه منطقة فيها درجة من الحساسية لأنها مكتظة وفيها كثافة سكانية عالية جدا، والبيوت في هذه المنطقة متقاربة وليس فيها أماكن أو شوارع تسمح بالكر والفر بصورة تتجنب الخسائر العالية بين المدنيين. علاوة على ذلك لا يزال هناك موقع الإذاعة السودانية وتلفزيون السودان، وهي منطقة أيضا فيها حساسية أخرى من زاوية تختلف عن زاوية الأحياء، وهي أن هذا الموقع فيه إرشيف الإذاعة والتلفزيون لأكثر منذ أربعينيات القرن الماضي، فلا يحاول الجيش إتلاف هذا الإرشيف عن طريق خوض معركة داخل هذه المباني، يحاول محاصرة هذا الموقع عن طريق الاستيلاء على كل المناطق المجاورة له حتى يسقط في النهاية في يد الجيش دون الحاجة للخوض معركة داخله. ربما الموقع الحصين الأكثر الآن الذي استغرق من الجيش فترة أطول هو معسكر الصالحة. معسكر الصالحة موجود في أقصى جنوب أم درمان، وهو من العسكرات الضخمة التي كانت تتبع الدعم السريع ومن العسكرات الحصينة، ودارت فيه كثير جدا من المعارك، لكن حتى الآن لا يزال بيد الدعم السريع مع نقص كبير جدا في القدرات والأسلحة في هذا المكان، ويبدو أنه في النهاية سيكون في يد الجيش خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة. طيب أستاذ عثمان، منذ بداية هذه الحرب كانت تختلف كثيرا عن هذه المرحلة، بعد 4 أشهر ربما نرى تداخل لأطراف كثيرة في هذه الأزمة، الأزمة السودانية. هل هذا صعب الأمر كثيرا على جانب الجيش السوداني، وكيف يمكن تخطي هذه النقطة؟ إذا كنت تقصدين المساعي المبادرات الخارجية، لا أتحدث هنا عن الدعم ربما الخارجي المقدم للدعم السريع لمساندته في مواجهة الجيش السوداني عسكريا أتحدث. صحيح، أي دعم يتوفر للدعم السريع من خارج السودان أو من أي جهة أخرى يمكن أن يساهم في إطالة عمر هذه الحرب. مندوب السودان في الأمم المتحدة قبل يومين ألقى كلمة أمام مجلس الأمن قال فيها أن إحدى الدول دعمت الجيش السوداني ب6000 مقاتل، وغالباً فسر بأنه يقصد دولة النيجر، لأن هناك تدفقات من هذه الدولة عبر دولة تشاد إلى داخل السودان، والمشاركة من عرب النيجر طبعاً، وهي يعني قبائل وثيقة الصلة ببعض القبائل في عرب السودان، وأن هذه التدفقات ساعدت فعلاً المجهود العسكري لقوات الدعم السريع، وأن الإمداد الذي يأتي عبر الحدود الغربية يطيل أمد المعارك، لأنه يجعل هناك إمكانية لاستمرار المعارك بتوفير إحلال للذين يمكن أن يكونوا قد خسرهم الدعم السريع خلال المعارك في الفترة الماضية. وهناك يعني إحساس لدى الجميع أن الاستمرار الدعم السريع بمثل هذه التدفقات البشرية قد يكون عامل أساسي في أن تستمر هذه الحرب لمدة 4 أشهر حتى الآن. أستاذ عثمان، مع هذه المرحلة وعودة الاشتباكات بشكل حاد بين الجانبين وتغيير استراتيجية الجيش السوداني واتخاذه طريق الهجوم، هل يمكن اعتبار أن الحل الدبلوماسي قد أقفل عليه ولن يتم الحديث عنه في هذه المرحلة على الأقل؟
لا انا اعتقد العكس، يعني هو الضغط العسكري مقصود به الوصول الى حلول دبلوماسيه سريعه، لان المفاوضات التي كانت موجوده في جده وتوقفت الان كانت بطيئه، وكانت دائما هناك فيها عنصر محاوله كسب الراي العام العالمي ومحاوله اظهار ان الدعم السريع يريد الوصول الى سلام اكثر من ان تكون جاده في الوصول الى سلام بصوره حقيقيه. لكن عندما يكون هناك اوضاع عسكريه ضاغطه على قوات الدعم السريع سيجعل ذلك المفاوضات أكثر جدية وقدرة على الوصول إلى نتائج سريعة في ظل التلاشي المستمر لقوات الدعم السريع على الأرض. هل الحرب امتدت لزمن أطول مما كان متوقعا أستاذ عثمان برأيك؟ كثير جدا، يعني هذه الحرب الآن تدخل في الشهر الخامس، هذا يعني كثير جدا مقياسا بأن الجيش السوداني جيش مدرب واحترافي له خبرة كبيرة جدا في الحروب خلال الفترة الماضية، خاض عديد من الحروب في جنوب السودان وشرق السودان وغرب السودان أيضا، وجيش عمره الآن يقترب من 100 سنة وفيه كل الأسلحة، يمتلك كل الأسلحة، وقوات الدعم السريع مهما كانت هي كانت قوات داعمة للجيش، يعني قوات صغيرة وقوات تسليحها دائما خفيف لأنها تتنقل من مكان إلى مكان وهي قوات مهام، وكانت قوات وهي قوات لا تملك سلاح طيران ولا تملك سلاح مدرعات ولا تملك كثير من الأسلحة النوعية التي يملكها الجيش السوداني، فكانت كل الحسابات تدل على أن هذه المعركة يجب أن يكون عمرها أيام إن لم يكن أسابيع قليلة، لكنها الآن تدخل شهرها الخامس في ظل أوضاع إنسانية صعبة للغاية في السودان وتأثيرها على بقية مدن السودان، رغم أنها تدور الآن فقط في العاصمة الخرطوم لكنها أثرت كثيراً المناطق الأخرى خاصة مناطق الإنتاج الزراعي، فأنا أعتقد أنها طالت أكثر مما كان يتوقع كثيرون، ربما لأن هناك دعم متجدد مستمر خارجيا ساهم في تطويل أمدها، لكن أيضا هناك معضلة الحرب داخل المدن، يعني هي حرب الشوارع وحرب داخل المدن، والدعم السريع يتخذ من المواطنين دروعا بشرية مما يجعل من الصعوبة بمكان للجيش التعامل بالقوة الكافية القوة المميتة بصورة كبيرة، لأنه سيتضرر منها عدد كبير من المواطنين. نعم أستاذ عثمان، مع وجود كل الجهود الدبلوماسية خلف الكواليس وهي جهود مضنية للوصول في النهاية لحل دبلوماسي والجلوس على طاولة حوار، ما الذي دائما يعرقل هذه الجهود مع وجود النية للوصول لنقطة إيجابية بشأن هذه الأزمة؟ هناك تقاطعات بين المنابر الخارجية التي تحاول أن تتعامل مع الشأن السوداني خاصة من جانب الإيجاد والاتحاد الأفريقي، يعني هناك إحساس لدى البعض بأن هذه المنابر أحيانا قد تتقاطع بدلا من أن تتكامل. المنابر الموجودة الآن هي منبر جدة الذي يتم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومنبر الإيجاد، وبالتأكيد المنبر الأخير هو الذي ابتدر هنا في القاهرة ولدول جوار السودان، وهو منبر يحظى بقبول أكبر واتصال أوثق مع الأطراف السودانية العسكرية والسياسية، لكن بالضرورة هناك يعني دائما أقرب إلى ما يمكن أن نطلق عليه المنبر الضرار، يعني نفس المجهود قد تقوده منابر الإيجاد وهي منابر فيها كثير من المشكلات لأنها تسببت في مرحلة من مراحلها في مواجهة وصدام مباشر مع السودان الذي رفض رئاسة كينيا للآلية الرباعية دول الأربعة التي ترعى هذه المفاوضات مع السودان. ابقى معي أستاذ عثمان مرغني، وسينضم إلينا أيضا من العاصمة التشادية الأستاذ أدم حسن مكاوي الكاتب الصحفي. أستاذ أدم أهلا بك ومرحبا. بالطبع تشاد هي أحد الوجهات الآمنة الآن للاجئين السودانيين بعد ما يحدث في بلادهم، والتي تستقبل أكثر من 320 ألف لاجئ حتى هذه اللحظات. ما الذي يحدث في تشاد الآن مع استقبال هذا الكم من السودانيين التي أصلا تعاني من أزمات إنسانية هي أيضا؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لم أستطع أن أستمع إلى سؤالك جيدا. أتحدث أستاذ آدم عن الوضع الإنساني الآن في تشاد التي تستقبل أكثر من 320 ألف لاجئ سوداني من جراء الأزمة السودانية، كيف يبدو أو تبدو الأوضاع الآن في تشاد؟
دعني أقول أن الوضع مغلق جدا جدا للغاية، في وضع يعني كما تعلمين أن هناك أزمة فيما يخص الغذاء، التحصل على الغذاء والحاجيات الأساسية إلى غيرها من أمور النقل وحتى الكهرباء. فهناك أزمة حقيقية، وزاد على هذه الأزمة أن الآن شاد موسم الخريف، فهناك في المخيمات العديد من اللاجئين لا يملكون الخيم أو يعني الملجأ الآمن الذي يقيهم من المياه والرياح. فلذلك نشاهد أن هناك يعني مشاكل جمة موجودة في مخيمات اللاجئين على الحدود التشادية السودانية. ابقى معي أستاذ آدم لأعود مرة ثانية لأستاذ عثمان من غني. أستاذ عثمان، يبدو أن الوضع في تشاد لا يختلف كثيرا عن الوضع في السودان من الناحية الإنسانية، من المقصر في حق هؤلاء؟ طبعا دولة تشاد مشكورة فتحت حدودها للتدفقات اللاجئين السودانيين في ظرف صعب جدا، يعني يختلف عن الأوضاع في الخرطوم، لأن القتال الذي دار في مدينة الجنينة وبعض مناطق ولاية غرب دارفور كان ضاريا، وكانت هناك استهداف مباشر للاجئين حتى وهم يهربون من داخل المدينة تجاه أقرب مدينة تشادية. كانت هناك مجموعات من الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تصطادهم في الطريق، وتعرض هؤلاء اللاجئون إلى كثير جدا من العنف حتى العنف الجنسي. واستطاعت فعلا تشاد أن تحتوي وتوفر ملاذات آمنة، يعني ليس هناك أي اعتداء أو مخاوف عليهم داخل الحدود التشادية، وتقدم لهم المعونات الغذائية ومعونات كثيرة، وهناك اهتمام داخلي من جانب تشاد بهؤلاء اللاجئين، وفرت لهم كل المعونات الممكنة. وأنا أعتقد أن تشاد تحتاج إلى دعم دولي في هذا، لأن العدد كبير للغاية، ولا يزال هناك تدفقات إلى نحو تشاد لمزيد من اللاجئين، وفصل الأمطار في تلك المنطقة فصل صعب جدا، حتى ولو كانوا يجدون مناطق جيدة، لكن في النهاية المخيمات التي يقيمون فيها قد لا تقيهم الأمطار بصورة كاملة. فأنا أعتقد ويحتاجون إلى الرعاية الصحية، وهذه أيضا معضلة كبيرة. كل ذلك كان أعتقد قامت به على وجه كبير جدا، وتستحق فعلا الثناء من جانب السودانيين، لأن هذا الدور يعني ليس غريبا على تشاد، وهي دولة شقيقة وقريبة جارة للسودان، لكن بالضرورة يجب أن لا تكون إقامة هؤلاء اللاجئين أطول مما هي عليه الآن، لأن ظروف تشاد الاقتصادية لا تسمح لها الاستمرار بإيواء كل هذه الأعداد وتدفقات إضافية لأكثر من هذا. وأعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك خطة لإحلال السلام في ولاية غرب دارفور، وعودة طوعية لهؤلاء اللاجئين إلى مناطقهم التي غادروها. لم تقصر دول الجوار أستاذ عثمان مع السودانيين في استقبالهم وتقديم العون لهم، ولكن ماذا عن المجتمع الدولي، الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة؟ هنا أعتقد هناك لا يزال تقصير كبير جدا، يعني في عدة زوايا، الزوايا التي تتعلق باللاجئين والنازحين داخل السودان، وتقديم المؤن أو المساعدات الغذائية والطبية بالتحديد المطلوبة على وجه العجلة، لأن هناك نقص كبير جدا في المعينات الطبية، خاصة الأمراض المزمنة والأمراض والعلاج الذي المنقذ للحياة. كل ذلك الآن لا يتوفر في كثير من مناطق السودان، وليس الخرطوم وحدها، وليس غرب السودان وحده. وهذا طبعا مطلوب من الأمم المتحدة مزيد من الاهتمام بهذا الملف. الملاحظ عالميا الآن ليس هناك تركيز من الأمم المتحدة على المسألة الإنسانية في السودان بصورة تكفي فعلا لأن يكون هناك مانحون قادرون على توفير الدعم المناسب في الوقت المناسب، وتوفيره أيضا للاجئين خارج السودان، الدول التي تستقبل اللاجئين، مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا، كلها دول فيها عدد من اللاجئين تحتاج إلى دعم من الأمم المتحدة حتى تستطيع أن تواجه هؤلاء مطلوبات هؤلاء اللاجئين. طبعا ربما الإشارة هنا لمصر أن الوضع يختلف، مصر لا تعتبر السودانيين لاجئين، يعني هي لم توقف الذين تدفقوا إلى داخل مصر في الحدود أو إقامة معسكرات أو ما إلى ذلك، دخلوا بصورة عادية طبيعية وانتشروا في كل المدن المصرية، ويقيمون مع إخوانهم المصريين إقامة طبيعية جدا، فوضعهم
قد يختلف كثيرا عن أوضاع اللاجئين في الدول الأخرى. برأيك أستاذ عثمان، التوتر بين السودان وبين الأمم المتحدة، وهنا أتحدث عن الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيتس، كيف سيكون له التأثير فيما يخص المساعدات الإنسانية وتقديم العون لهؤلاء؟ هل سيكون هناك تأثير بأي شكل من الأشكال؟ هذا الملف طبعا بالنسبة للسودان، نعم السودان يعتبره واحد من الملفات الحساسة فيما يتعلق بالتدخل في السياسة السودانية حسب رأي الحكومة السودانية، وقد عبر عن هذا الرأي مندوب السودان في خطابه قبل يومين، ورفض السودان أن يمنح الفرصة لممثل الأمين العام ليلقي الإحاطة الدورية أمام المجلس، واضطر مجلس الأمن إلى الاستعانة بمساعدة الأمين العام لتلقي الخطاب نيابة عنه، وهذا يعني عمليا أنه لا يمكن استمرار ممثل الأمين العام لأكثر مما هو عليه، لأنه أصلا منع من دخول السودان، هو مقيم الآن في كينيا ولم يستطع المشاركة في كل الفعاليات التي تتعلق بالسودان، يعني يزور القاهرة ويشارك في اجتماعات بعض المكونات السياسية السودانية، لم يستطع الذهاب إلى تشاد والمشاركة في اجتماع الآلية الوزارية لدول الجوار، ولم يذهب أيضا إلى منبر جدة، فهو عمليا غير قادر على إدارة عمله، وبالضرورة يجب تغييره الآن حتى تستطيع البعثة السياسية الأممية في السودان القيام بأعمالها. ابقى معي أستاذ عثمان لنتحول مرة ثانية للعاصمة التشادية مع الأستاذ أدم حسن مكاوي الكاتب الصحفي. أستاذ أدم، الأستاذ عثمان وجه الشكر لتشاد باعتبارها من أهم الوجهات الأمنة الآن للسودانيين في هذه المرحلة الصعبة لهم، ما الذي تنتظره تشاد من المجتمع الدولي في دعمها ومساعدتها على استقبال كم أو هذا الكم من النازحين السودانيين؟ نعم، يعني بحق نشكر الأستاذ على هذه الإشادة، لكن هي إشادة يعني إشادة حقيقية للنظر للأمر الواقع. فتشاد قامت بدورها على أكمل وجه باستضافة الأشقاء السودانيين أو الأخوة السودانيين، دعني أقول الإخوة لا أقول يعني اللاجئين، لأن تشاد والسودان تربطها علاقات وفيدة منذ أمد بعيد. وثانيا تشاد الآن هي بحاجة إلى دعم بقوة، بحاجة إلى دعم من أجل يعني إغاثة اللاجئين بالشكل الجيد وتوفير كل الاحتياجات اللازمة في هذا الوقت الذي يعني تشهد فيه المنطقة أزمة اقتصادية كما تعرفين، بالإضافة إلى الأجواء أو الطقس الذي يلعب دور كبير جدا، يعني تشاد بحاجة إلى دعم الشركاء، بحاجة إلى المعونة من أجل يتم توفير البيئة الجيدة لهؤلاء. طيب أستاذ أدم، مع كل الضغوط التي تمارس على أو الضغوط من الناحية الإنسانية التي تمارس على تشاد، بالطبع هي تعاني من أزمات هي الأخرى، إذا امتد أمد الصراع أكثر من ذلك، هل ستستمر تشاد قادرة على استيعاب كم النازحين وتقديم العون لهم؟ كيف سيبدو الأوضاع أو تبدو الأوضاع إذا استمر هذا الصراع أكثر من هذا التوقيت؟ الأوضاع لن تكون مبشرة بالخير جدا، يعني دعيني أقول أخبرك أيضا بأن الآن في منطقة أدري الكثير من المنازل، كثير من الأسر التشادية قد فتحت أبوابها للإخوة السودانيين من أجل يعني عن مساعدتهم وإغاثتهم في هذه الأزمة أو هذه الضيقة التي يمرون بها. فمن سمة المجتمع التشادي أنه مجتمع صاحب ترحاب، مجتمع يعني لديه تلك الصفات التي فيها الضيافة، فأنا لا أستطيع أن أجزم بأن مهما صعب هذا الوضع على تشاد، فتشاد لا أعتقد بأن تشاد ستقلق أبوابها، بل ربما يعني ستطلب العون بكل الأشكال، تحاول تتواصل مع الشركاء، ستحاول أن تتواصل مع كل المجتمع الدولي من أجل مساعدة تشاد للمرور بهذه الأزمة إلى الأمان. فالسودانيين أو اللاجئين السودانيين الآن عندما هربوا من السودان هم يعرفون أن تشاد هي الملاذ الآمن لهم، ولا أعتقد أن تشاد ستحاول يعني قدر المستطاع أن تمر مهما كان.
هذا من الناحية الإنسانية أستاذ آدم، ماذا عن المرحلة أو الحل السياسي في الأوضاع السودانية؟ كيف ستستطيع تشاد أن تقدم يد العون أو تضع مسار ربما للحديث عن حل سياسي والوصول نهاية لهذه الأزمة، باعتبار طبعا تشاد من أهم دول الجوار للسودان؟ نعم، منذ بدأ هذا النزاع بين قوات جيش قوات المسلحة السودانية والدعم السريع، يعني الفريق أول الرئيس الانتقالي للفريق أول محمد بن نو كان من أول الأشخاص الذين يعني دعوا الطرفين إلى الحوار من أجل الجنوب، من أجل يعني ألا تصل هذه الأمور إلى ما وصلت إليه الآن. كان الرئيس محمد إدريس ديبيت نو من الأوائل الذين طلبوا من الطرفين نزاع الجلوس والحوار من أجل حل الأمور بالشكل السلمي. وحتى اليوم نشاهد أن الشاهد موجودة في كل مؤتمر إقليمي دولي فيه أو في بإيجاد حلول لهذه الأزمة السودانية. وأقرب شيء مؤتمر دول الجوار الذي استضافته القاهرة العاصمة المصرية في 13 من تموز، الرئيس الانتقالي محمد بن زايد نو موجود أيضا للمساهمة في هذه في هذا اللقاء الدولي أو في هذا المؤتمر لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ آدم حسن مكاوي الكاتب الصحفي، كنت معنا من التشاد، والشكر موصول أيضا للأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية من القاهرة، شكرا لكما. في شأن آخر، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن السلطات بدأت نقل طالب اللجوء من سفينة بيبي ستوكهولم راسية جنوبي البلاد، وأكدت المصادر أن عملية نقل اللاجئين جاءت بعد العثور على بكتيريا على متن السفينة. كانت خطوة بريطانيا بنقل أول دفعة من طالب اللجوء إلى هذه السفينة جاءت في إطار خطة للحد من الهجرة غير الشرعية، كما أقرت مضاعفة الغرامات على من يقدم عملا أو يؤجر مسكنا لأي مهاجر غير نظامي. للمزيد تنضم إلينا من لندن جمانة هاشم مديرة مكتب القاهرة الإخبارية هناك، أهلا بك ومرحبا معنا جمانة، ماذا عن آخر تطورات لديك؟ بك يا شيماء وبالسادة المشاهدين، في البداية نحن في القاهرة الإخبارية صراحة تحدثنا مسبقا عن هذا الموضوع، وقمنا بإعداد أكثر من تقرير عن المخاطر المرتبطة بموضوع نقل طالب اللجوء أو المهاجرين غير الشرعيين إذا صح التعبير، وكان هناك مخاطر تتعلق بالصحة البدنية وأخرى تتعلق بالصحة النفسية والعقلية، وهناك مخاطر تتعلق بالسلامة حتى، علما بأن هذا الملف يواجه اعتراضات في الداخل البريطاني حقوقية وقانونية من منظمات بريطانية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، ولكن اللافت أنه كما كان متوقعا وكما كانت يعني تجري التحضيرات والانتقادات بعد أقل من أسبوع من نقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى هذه الباخرة، والتي وصفت من أكثر من صحيفة أو جريدة بريطانية بالسجن العائم، وهناك من وصفها بفخ الموت. وسائل الإعلام البريطانية تفاجأنا اليوم بأنها أعلنت إجلاء جميع اللاجئين من السجن العائم كما يصفوه عقب العثور على هذه البكتيريا كما تفضلت لجونيلا، عثروا عليها في المياه على متن السفينة، وأكدت المصادر نقل جميع من كانوا على الباخرة إلى أماكن إقامة جديدة. طبعا لم يتم نقلهم حتى الآن إلى هذه الأماكن الجديدة كما نشر في وسائل الإعلام، ولكن بانتظار تحديد أماكن إقامة جديدة لهم كإجراء احترازي بعد يعني العثور على بكتيريا ليجونيلا. هذه البكتيريا كمعلومات توجد بشكل شائع في المياه، ويمكن أن تتسبب بعدوى خطيرة في الرئة. كانت أول دفعة شيماء وصلت إلى هذه الباخرة كانت مؤلفة من 15 شخصاً يوم الاثنين الماضي، وكانت هناك تأخيرات في وصول الدفعة الأولى
ولم يعني يتم توضيح الأسباب بشكل واضح من قبل وزارة الداخلية، لأنه كان في مخاوف تتعلق بفحوصات السلامة والتي صدرت في اللحظة الأخيرة، وتم نقل المهاجرين على بعد هذه الفحوصات، بعدما تمت هذه الفحوصات كما هو مفترض. هيئة الإذاعة البريطانية تقول بأنه الاختبار الروتيني قد تم إجراؤه بالفعل قبل انتقال المهاجرين إلى السفينة الراسية، لكن نتائج الاختبار التي تظهر أثار البكتيريا لم تصل إلا بعد انتقال المهاجرين إلى هذه الباخرة، وهذا دفع العديد من المحللين ليقول بأنها إشارة واضحة على استعجال الحكومة أو استعجال وزارة الداخلية لتنفيذ قرار وضع المهاجرين غير الشرعيين على هذه الباخرة، بغض النظر عن الفحوصات الطبية والصحية وبغض النظر عن سلامة هؤلاء الأفراد، وفي استعجال طبعا لتحقيق مكسب سياسي كما يقول البعض، لأنه كما تعلمين وقف قوارب اللجوء أحد أهم التزامات رئيس الوزراء ريشي سوناك، من ضمن الالتزامات الخمسة والخطة الأساسية التي تسعى الحكومة أن تنفذها بالفعل على أرض الواقع كما تقول بعض وسائل الإعلام البريطانية، هي أن يعرف اللاجئون قبل بداية رحلتهم إلى بريطانيا أن مستقبلهم ليس ولن يكون في فندق أو شقة في لندن أو حتى في أي مدينة بريطانية، لن يعاملون يعني بالمعايير الإنسانية، بل مستقبلهم سيكون في سفينة على البحر كنوع من أنواع الحرب النفسية التي تمارس على طالبي اللجوء. اللافت أيضا بأنه يعني قيل لهيئة الإذاعة البريطانية ولبعض الوسائل أنه كان في تحذيرات أو تهديد من قبل وزارة الداخلية قبل أيام لصعود بعض من طالب اللجوء، رفضوا الصعود على متن هذه السفينة، ولكن بعد أن رفضوا بالفعل الصعود هددتهم ووجهت لهم وزارة الداخلية تحذيرات لأنهم سيواجهون سحب أو إزالة الدعم الحكومي المقدم لهم. فيما يتعلق بالانتقادات التي سبقت نقل المهاجرين غير الشرعيين على للإقامة على متن هذه الباخرة، اتحاد فرق الإطفاء وصف هذه الخطط الحكومية بأنها بمثابة فخ الموت للمهاجرين غير الشرعيين. فبالتأكيد يعني استمعنا أيضا إلى تصريحات رئيس الوزراء ريشي سوناك، والتي تفيد بأنه تعهد بما لم يمكن الوفاء به، لأنه قال بأنه سيتم إجراء فحوصات السلامة النهائية على السفينة التي ترسو في بورتلاند على ساحل دولت في جنوب غرب إنجلترا، وأكد بأنه كل الإجراءات ستتم قبل نقل أي مهاجر على متن هذه الباخرة، ولكن لم يحدث ذلك لأنه حتى هذه الفحوصات التي تتعلق بسلامة المهاجرين على متن هذه السفينة وسلامة إقامتهم حتى جاءت بعد أن تم نقلهم على الباخرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا جمانة هاشم، مديرة مكتب القاهرة الإخبارية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حرائق الغابات في هاواي بأنها كارثة كبرى التي أودت بحياة العشرات وأجبرت الآلاف على الفرار. كما أمر بايدن بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق. لقد وافقنا على إعلان كارثة كبرى في هاواي، وجهت بتعزيز الدعم لرجال الإطفاء الشجعان وموظفي الطوارئ الذين يعملون على مدار الساعة هناك ويخاطرون بحياتهم. لقد طلبت جميع الأصول الفيدرالية المتاحة في الجزيرة، بما في ذلك خفر السواحل الأمريكي والأسطول الثالث للبحرية والجيش الأمريكي، لمساعدة أطقم الاستجابة للطوارئ المحلية والحرس الوطني في هاواي. نحن نعمل بأسرع ما يمكن لمكافحة هذه الحرائق وإجلاء السكان والسياح. وصف حاكم هاواي حرائق الغابات بأنها أكبر كارثة طبيعية في تاريخ الولاية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان وفاة ما لا يقل عن 53 شخصا ودمار مئات المنازل جراء الحرائق.
ما رأيناه كان على الأرجح أكبر كارثة طبيعية في تاريخ ولاية هاواي. إننا نشهد خسائر في الأرواح هنا كما تعلمون، الرقم أخذ في الارتفاع وسنستمر في رؤية خسائر في الأرواح. لقد رأينا أيضا مئات من المنازل مدمرة، وسيستغرق ذلك وقتا طويلا للتعافي منه، ولكن هذا هو سبب تكاتفنا. أظهرت أحدث تقارير لرصد الجفاف في الولايات المتحدة أن معظم أجزاء الغرب الأوسط لا تزال جافة رغم هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي. ووفقا للتقرير فإن ولايات ويسكونسون وآيوا ومينيسوتا تواجه أكثر من 80% من المحاصيل فيها تواجه ظروفا جافة معتدلة وشديدة. كما أشار التقرير إلى أن آثار تغير المناخ تتسبب في حدوث مشكلات في إنتاج الغذاء على مستوى العالم. ينضم إلينا من تونس الدكتور محمد العياري رئيس الجمعية التونسية للإعلام الجغرافي. دكتور أهلا بك ومرحبا. ما الذي تنتظره دول العالم في هذه المرحلة من التغير المناخي؟ لأننا نشاهد الآن أكبر كارثة في هاواي الأمريكية، حتى أن حاكم هاواي قال بأنها من أكثر الكوارث التي تواجه الولاية في هذه المرحلة. إذن فقدنا التواصل مع الدكتور محمد العياري رئيس الجمعية التونسية للإعلام، سنحاول التواصل معه مرة أخرى. إذن عاد إلينا الدكتور محمد العياري رئيس الجمعية التونسية للإعلام الجغرافي. دكتور أهلا بك ومرحبا، كنت تسمعني أتحدث معك الآن عما تنتظره دول العالم في هذه المرحلة من التغير المناخي. هي من الظواهر المتوقعة منذ عقود نبهنا إلى احتمال أن هذا التغير المناخي سيكون له انعكاسات خطيرة وخطيرة جدا على مستقبل البشرية جمعاء، إلى حد أن قلنا أن التغير المناخي وآثاره يعتبر مهدد رئيسي لمقاومات أمن الشعوب. هذه السنة أو هذه السنة يكتسي خطورة أكثر بتزامنه مع ظاهرة النينو التي بدأت بداية من هذه السنة بارتفاع معدلات درجة حرارة البحر. ممكن أن نشاهد ارتفاع مشتل درجة الحرارة مع تزايد كوارث طبيعية، سواء كانت بارتفاع قياسي درجة الحرارة أو بكوارث طبيعية كالفيضانات والفيضانات وحتى الأعلى عصير. إذن سنشاهد آثار كارثية وكوارث طبيعية مدمرة نتيجة التغير المناخي وتزامنه مع ظاهرة النينو هذه السنة، لكن هذه الظاهرة ستكون لها خطورة أكثر خلال السنة القادمة سنة 24 حسب ما يحضر كبار الخبراء ومراكز البحث، التي تؤكد أننا سنشاهد سنة قياسية من حيث درجة الحرارة والحرائق مثل ما شاهدناها هذه السنة، لكن ستكون بدرجة أعنف. كذلك في مستوى زيادة تساقط المطر والفيضانات والأعاصير ستكون كذلك سنة 24 أكثر خطورة على هذه السنة. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نستعد الاستعداد الجيد من أجل التأقلم والتخفيف على من هذه المخاطر. إذن سنشهد كوارث قد تمس البشرية، ستنشهد كوارث على ألو؟ نعم دكتور محمد. إذا هذه الكوارث التي سنشهدها ستعم كل البشرية، سواء كانت بارتفاع مشتل درجة الحرارة يتزامن مع الجفاف المستمر مثل ما نعيشه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد نشهد درجة حرارة السنة القادمة قياسية لم تشهد لها البشرية مسبقا منذ عشرات الآلاف من السنين. كما سنشهد ظواهر أخرى في بعض المناطق مثل ما نشهده اليوم في هاواي من ارتفاع لمعدلات التساقط والكوارث الطبيعية كبيرة
كبيرة قد تنتج عنها أعاصير متكررة ومدمرة قد يشهدها العالم. هذا لأن البشرية لم تستمع إلى خبرها منذ عشرات السنين، لم تخفض من ثاني انبعاثات الكربون، غلبت الطابع الجشع في مستوى اقتصادياتها الصناعية على التفكير في مستقبل الكوكب الأزرق. إذا ماذا علينا نفعل؟ علينا اليوم الاستعداد الجيد. هل زلنا لدينا دكتور محمد الوقت الكافي ربما لتفادي تداعيات هذه المرحلة؟ لأنه كلام حضرتك مقلق جدا. هل هناك فرصة أمام شعوب العالم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو الاتجاه في مسار يمكن تفادي هذه التداعيات فيه؟ نحن اليوم شخصيا أتحدث ليس عن تغير مناخي بقدر ما أتحدث عن انهيار مناخي نتيجة فعل بشري. هذا الانهيار المناخي علينا بشيئين، اليوم البحث عن التخفيف، كيف نخفف من هذه الظواهر وكيف نتأقلم مع قادم الأشياء. إذن حتى لو اليوم أوقفنا ثاني أكسيد الكربون وكل مسببات الانحباس الحراري فإن هذه الكوارث ستستمر لفترة طويلة، لكن هذا يعني الأمل يبقى موجود، الأمل يبقى في عملية الإرادة الدولية، إرادة كبار المصنعين، إرادة القوى العظمى المصنعة في اتخاذ قرارات تماشيا مع كل القمم العالمية والدعوات الخبراء والعلماء والمجتمع المدني بالقمم العالمية لتغير المناخ إلى اتخاذ إجراءات فعلية، اتخاذ إجراءات جارية. طيب دكتور محمد، قمم كثيرة عقدت فيما يخص التغير المناخي ومسؤولية الدول المسؤولة عما حدث في كوكب الأرض، هل لمست إرادة حقيقية يمكن الحديث عنها ربما للاتجاه في مسار إنقاذ هذا الكوكب من تداعيات هذا التغير؟ أنا باعتقادي ممكن بهذه الكوارث والضحايا الذي المناخي، باعتقادي أن الحكومات مستقبلا ستكون أكثر جدية في التعامل مع هذه الفكرة، لأن أغلب الحكومات الدول العظمى هي حكومات أنانية جشعة اقتصاديا، همها التنامي والتسارع في وتيرة الإنتاج الصناعي دون مراعاة الجوانب البيئية. بحد اعتقادي اليوم تعاظم هذه الكوارث الحكومات ستكون لها إرادة أكثر من السابق في العمل على الحد من هذه الظواهر والحد للاستخدامات الأحفورية للطاقة وإلى غيره من مسببات الانحباس الحراري. بالطبع تعلم أن أزمة أو ملف تغير المناخ لا يؤثر فقط على هطول الأمطار أو الفيضانات أو حرائق أو كل هذه الظروف، ولكن يؤثر أيضا على إنتاج الغذاء على مستوى العالم. لو تحدثني دكتور محمد بشكل مختصر عن موقف هذا الملف، ملف الغذاء، من ما يحدث في كوكب الأرض. عندما نتحدث عن تغير مناخي نتحدث عن آثاره أساسا مستوى تراجع القدرة الإنتاجية للغذاء، في مستوى تيارات الهجرة، في مستوى الخلخلة الإنتاجية مثل ما شاهدناه الآن من ارتفاع البعض يرجع على سبيل المثال أن الارتفاع المشد في المواد الغذائية راجع للحرب الأوكرانية. الحرب الأوكرانية الروسية كانت أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع في مستوى الأسعار هو التراجع الإنتاج نتيجة تغير المناخي وانعكاساته على النبات وعلى الظروف الانتاج العالمي. إضافة لذلك ليس الغذاء فقط، هناك سنشاهد قلاقل واضطرابات في بعض المناطق في ندرة المياه، في عملية الهجرة غير النظامية على سبيل ما يشهده البحر المتوسط من طيارات الهجرة نحو أوروبا هو أساسا راجع تخلخل في الانتاج الغذائي والاكتفاء الذاتي في المناطق التغير المناخي في المناطق الصحراويه. اذا المشكل الاقتصادي كان السبب الرئيسي في مشاهده تضاعف الهجره الغير نظاميه من مناطق جنوب الصحراء نحو شمال افريقيا ونحو اوروبا. سنجد خلخله في مستوى الغذاء العالمي، سنجد ازمه غذاء بدايه من سنه 2024، فلازم تصاعد في أنظمة في تيارات الهجرة الغير نظامية وما يسحبها من قلاقل ومؤسسات واضطرابات اجتماعية واقتصادية علاوة على الكوارث الطبيعية التي قد يسببها. إذا خطر التغير المناخي هو خطر يهدد بمجمله كوكبنا نتيجة
عدم جدية الدول العظمى والدول الصناعية الكبرى في اتخاذ إجراءات وقائية من ظاهرة الحد من حبس حرامي منذ سنوات. لكن أملي كبير بأن هذه الكوارث ستؤدي بهذه الحكومات إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وأكثر مجاعة في الوسط. دكتور محمد، كيف يمكن لنا أن نتعايش مع هذه الظواهر، خصوصا وأن الفترة المقبلة سنشهد ازدياد في حدتها وقسوتها على دول العالم؟ هي الحدث ستزداد في سنة 24. لنا أنادي كل حكوماتنا وكل القائمين كل دول العالم إلى الاعتماد حاليا على ما يسمى بالمصادر الذاتية من الغذاء، أو إعادة غرس الثقافة التقليدية على مصادرنا الوراثية سواء كانت النباتية أو الحيوانية وتدعيمها. هذه المصادر قادرة على مجابهة هذه الكوارث مثل تزيد درجة الحرارة. إذا بالعودة إلى الأنماط التقليدية في مجال الزراعة، قد نكون لن نحد تدريجيا من آثار هذه الظاهرة في موضوع الغذاء العالمي أو على الكوارث الطبيعية. بالنسبة للكوارث الطبيعية، علينا أن نغير طبيعة تعاملنا مع هذه الكوارث، ونستعد من أجل التخفيف على مجتمعاتنا ومن أجل التأقلم مع هذه الظواهر المتزايدة. لا نمتلك كل شعوب العالم لن تمتلك اليوم القوة للوقوف ضد هذه الظواهر، فقط نمتلك آلية التأقلم، لأن هذه الكوارث الطبيعية لم نعد لها. إذا علينا بالاستعداد لها عن طريق الوقاية وعن طريق التأقلم معها مستقبلا. إذا كنا رأينا حرائق ويعني هطول للأمطار بشكل كبير في دول العالم في مرحلة أو في فصل الصيف، ماذا عن فصل الشتاء؟ كيف سيكون وجه التغير المناخي على دول العالم؟ طبيعة المناخ الآن سيشهد عملية تغير كبير على مستوى العالم. إذا ستنتفي عنا الفصول والوعي، يعني سيشهد تذبذبات في مستوى الحرارة، في مستوى الأمطار، وفي مستوى إعادة توزيعها. سنشهد مناطق مثل الشتاء سنشهد مناطق أكثر درجة أكثر حرارة، مثل ما سنشهد مناطق أكثر هطولا للأمطار. يعني هناك حاليا سنشهد مناخ عالمي لم نعهد له مثيلا. أشكرك وغير متوقع. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد العياري رئيس الجمعية التونسية للإعلام الجغرافي، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. للمزيد أيضا ينضم إلينا من الرباط محمد بن عوم مدير مركز البيئة والأمن البشري. أستاذ محمد أهلا بك ومرحبا. هل أصبحت في هذه المرحلة تداعيات التغير المناخي تطال دول العالم بأكملها، حتى دول ذات الاقتصادات الكبرى التي ربما لها المسؤولية الأكبر أمام هذه التداعيات وأزمة تغير المناخ؟ شكرا جزيلا على الدعوة. بالطبع تغير المناخ هو منذ زمن وهو يعوم معظم مناطق العالم. يعني تغير المناخ اليوم لا يفرق بين الدول النامية أو الدول في طريق النمو أو الدول المتقدمة. للأسف من ذلك نشاهد اليوم فيضانات السويد أو النرويج مثل الفيضانات التي أصابت نيبال أو مجموعة من الدول النامية. نفس الظاهرة التي تعيشها اليوم يعني جزر هاواي من حرائق ومن يعني مخلفات الإعصار المدمر، نفس النتائج المناخية ونتائج الكوارث المناخية تعيشها إيقاعها مجموعة من دول البحر الأبيض المتوسط نتيجة هذه الموجات الحرارة المتكررة والمتدربة والتي تزداد عنفا موجة بعد أخرى، تخلف حرائق للغابات، تخلف فيضانات عارمة. وبالتالي اليوم ممكن أن نجزم أن تغير المناخ لا يفرق بين دول في شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها. للأسف من ذلك ولا يفرق لا بين اليابسة ولا بين المحيطات. درجة الحرارة اليوم ديال اليابسة يعني ارتفعت إلى درجة مئوية 23، درجة حرارة المحيطات والبحار ارتفعت إلى ما يفوق 20 درجة مئوية. هي كلها أرقام تبرز جليا أن ما يقع اليوم في حوض البحر الأبيض المتوسط لا يقل خطورة مما يقع في أوروبا الغربية أو في المحيط الأطلسي الشمالي أو في القطب الجنوبي. كيف تقيم أستاذ محمد الجهود الدولية وخصوصا جهود الدول المسؤولة عن هذا أو هذه الأزمة ذات الاقتصادات الكبرى اتجاه هذا الملف تحديدا، مع انعقاد عدد كبير جدا من القمم والحديث عن هذا الملف بشكل عميق، كيف تقيم كل هذه الجهود؟
للأسف الدول المسؤولة تاريخيا عن ظاهرة التيارات المناخية أو عن ظاهرة الاحتباس الحراري لم تقدم شيئا جديدا يعني منذ يعني سنوات. نحن مقبلون على انعقاد قمة المناخ في نسختها 28 متابعة باهتمام، يعني كنا من المشاركين في القمة الماضية بشرم الشيخ ويعني شاهدنا عن كتب وعن قرب غياب يعني الدولة دي الصين اللي هي أكبر بلد ملوث على عبر العالم تقريبا 30% وما يفوق 30% من نسبة ثاني أكسيد الكربون أو نسبة الغازات الدافئة على مستوى العالم تساهم فيها الصين لوحدها، ولم تتخذ بعض التزامات حقيقية من أجل خفض هذه الانبعاثات وبالتالي تخفيف من حدة التغيرات المناخية. ما ينطبق على الصين ينطبق على روسيا وعلى كندا وعلى أمريكا، وهي الدول المسؤولة تاريخيا عن ما يقع اليوم من تغيرات مناخية ومن احتباس حراري. الغازات الدافئة لا زالت في ارتفاع، ثاني أكسيد الكربون حسب منظمة الأرصاد الجوية العالمية لا زالت أحجامها تتضاعف في الغلاف الجوي، وبالتالي نشهد اليوم يعني تسارع كبير. وكما جاء على لسان الأمين العام للهيئة المتحدة تتكلم اليوم عن غليان مناخي يفوق بكثير ما يقع على مستوى التغيرات المناخية. كما تعلم مرصد كوبرنيكوس الأوروبي قال منذ فترة بأن شهر يوليو من هذا العام هو أكثر الأشهر حرا منذ سنوات طويلة. هل تتوقع أستاذ محمد بعد كل هذه الأبحاث وهذه التقارير بأن تختلف سياسة الدول المتقدمة ودول ذات الاقتصادات الكبرى تجاه هذا الملف، ربما بتحول الأمور بشكل أكثر للجدية والمضي قدما بشكل يحمل عدد أو يحمل شيء من المسؤولية اتجاه ملف تغير المناخ؟ نتكلم عن شهر يوليو وهو الذي اعتبرته منظمة الأرصاد الجوية العالمية منذ أواخر شهر يوليو، وكما أكده المرصد كوبرنيكوس للمراقبة للتغيرات المناخية أنه اليوم شهر يوليو يعتبر من بين يعني من أسخن أشهر يوليو على الإطلاق منذ اختراع هذا الجهاز جهاز الترمومتر، وبالتالي اليوم يتأكد شيئا يعني يوما بعد آخر أن مثل بات به هيئة المناخ في شهر مارس الماضي أننا ممكن أننا نتجاوز العتبة ديال 1.5 درجة مئوية خلال الأشهر أو السنوات المقبلة. نحن اليوم نتجاوز هذه النسبة بحوالي الدرجتين، وهو ما يتأكد اليوم أن حتى الدول المتقدمة التي تمتلك إمكانيات ضخمة وبنية تحتية جد متطورة لم تستطع أن تقاوم ما يقع اليوم، وذلك ما يشهد العالم اليوم من غليان مناخي من فيضانات عارمة ومن حرائق الغابات لا زالت تداعياتها يعني تلقي بظلالها. اليوم شاهدنا حرائق الغابات في شمال كندا وكيف يعني وصلت انبعاثاتها إلى دول الاسكندنافيا من النرويج والدنمارك والسويدية. نعم. يتبين جليا أن اليوم تداعيات التغيرات المناخية فعلا لا تعترف بالحدود ولا بالشمال ولا بالجنوب الكرة الأرضية، وبالتالي اليوم لازم أن الدول تتكيف مع هذه الظاهرة عبر وضع خطط استدامة. نعم أستاذ محمد، تمتد على يعني على عقود من الزمن. شكرا لك الأستاذ محمد بنعو مدير مركز البيئة والأمن البشري من الرباط، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل لختام هذه التغطية. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 أفقي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.